ما نقدروش يعني نحملوا كل هذا العبء المواطن يعني كما حسينا به الان. يعني نطلبوا من المواطن بكل يعني باش يحس بنا كذلك، لان سوناغاز مؤسسه مواطنه وتستثمر كثير. الان احنا نمشيو في مرحله اخرى وهي استرجاع يعني الديون وكل الديون دون استثناء تدريجيا. اللي عنده اللي مش ممكن يعني يسدد الاخر، احنا درنا يعني تدابير ومدينا تعليمات لفرع التوزيع باش يقوم يعني بلي فاسيليتي البايمون بالعقل، يعني باش نعالجوا هذا حتى ولا تاخذ شهور باش نرجعوا يعني على مستوى على الاقل مستوى الديون اللي كنا ليه في السنه الماضيه قبل شهر مارس، وين كنا في حوالي 60 او 62 مليار دينار فقط. الان رانا نتكلموا على 180 مليار دينار، معناتها 3 فوا بلوس، ثلاث اضعاف. ما رجعنا شويه 160، لا لان كان هناك الزباين كانوا يخلصوا، كانت هناك روح مسؤوليه وكذا.